النهارده الشارع المصري استيقظ على زيادة جديدة في أسعار الوقود بلغت نسبتها ما بين 10 إلى 15%. الزيادة شملت كل أنواع الوقود، بنزين 80، 92، 95، السولار، المازوت، وده معناه أنه في زيادات متوقعة على مستوى أسعار المنتجات الغذائية تأثرا بارتفاع أسعار النقل زي أسعار الخضروات والفواكه، لأن أسعار الوقود المعروف انها سلعة قائدة للغلاء، بمعنى انه اي تحريك لاسعار الوقود بيتبعه زيادة ايضا في اسعار كثير من المنتجات. ايضا اسعار تعريفة ركوب المواصلات العامة زادت بعد ساعات قليلة من تطبيق هذه الزيادة الجديدة في اسعار المحروقات. من المهم ان نرصد اجواء الساعات الاولى وكيف استقبل المواطنون سواء على مستوى الركاب او على مستوى السائقين، كيف استقبلوا هذه الزيادة الجديدة وكيف تعاملوا معها وكيف تفهموا هذا الوضع الجديد. الجيزة لو سمحت. أنا في البداية عايز أسألك، هتاخد مني كام؟ هتحاسبني على التسعيرة القديمة ولا الجديدة؟ لا لا، القديمة لغاية ما يزودوا الأسعار حضرتك، هم لغاية ما يظبطوا العداد. إزاي استقبلت القرار الجديد والأسعار الجديدة للوقود؟ والله أنا ما كنتش أعرف، أنا دخلت أموم في البنزينة لقيت السعر الجديد، هعمل إيه؟ زي الناس، مفيش أي مشكلة. لغاية ما ربنا يسهل بقى ويزود لنا العداد شوية. بإذن الله. أول زبون ركب معاك النهاردة، هل كان متفهم الموضوع ولا حصل بينك وبينه يعني طفش؟ والله ده حصل صراحة، هو ما كانش عايز يركب بالعداد اتفاق يعني. هو صراحة كان بيروح مشواره ب 70، إداني 100 صراحة الحق يتقال. الزيادة الجديدة في أسعار الوقود تقررت بعد أيام قليلة من إلغاء الحكومة لخطة تخفيف الأحمال، والتي أدى تطبيقها خلال الفترة الماضية إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح ما بين 2 إلى 4 ساعات يومياً. هذه الزيادة لم تكن الأولى، خلال السنوات الخمس الأخيرة ارتفع سعر بنزين 80 على سبيل المثال من 6 جنيه 75 قرش إلى 12 جنيه وربع النهاردة بعد الزيادة الأخيرة. هذه الزيادة من المتوقع أن لا تكون الأخيرة أيضاً، لأنه الحكومة تقرر أو تستهدف التخلص تماماً من دعم المحروقات بحلول نهاية 2025 بهدف الوصول إلى ما يسمى بنقطة التوازن في الدعم.